مرحبا بكم معنا في كارنفال بالمون الدورة الأولى أكادير. أسئلة كثيرة تطرح، لماذا الدورة الأولى؟ شنو هي الإضافة؟ باختصار شديد، نحن في جماعة أكادير عندنا واحد الأولوية كبيرة للموروث الثقافي الأمازيغي، وبالتالي هذا الكارنفال كما لاحظتم انه من سنوات هاد الكرنفالات راه تيداروا في الاحياء الشعبيه ديالنا في مدينه اكادير. اذا اليوم فقط هو تتويج العمل ديال هاد المجموعات الكبيره ديال الشباب الاكادير ولا الاكادير الكبير الذين سيتبارون اليوم لاخذ الجائزه الاولى ديال احسن قناع، احسن مجسم، احسن فرقه، احسن مشاركه فرديه او جماعيه. اذا مدينه اكادير بغات انه نشارك حتى هاد الشباب وهاد الشباب المبدع، نشارك معاهم هاد الحويجات هادو، غادي تقدمهم للجمهور باش انه يحكم وبالتالي ياخذوا الجائزه الاولى. اذا تنتمناو انه الكرنفال ديالنا يدوز في احسن حله، ونشاهدوا جميعا هاد المجموعه الكبيره ديال الاقنعه وديال المشاركه ديال الشباب.